أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ممتاز، منيح ما في حدا بالصالون. شرشبيل اه ورجعت تقولي شرشبيل مره تانيه؟ ايه ايش عليه؟ طالما بتعرفيني وبتعرفي انه صيتي ضرب فلازم تعرفي لي هذا كمان. بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ ليش صبتي عم تمزح؟ عم تمزح حتى شو بدك مني؟ انا بس بدك تعمل لي ايوه ما بتجو غابر وجريج. وليش عم تحكي هيك؟ انت احكي مثل العالم الخلق بلا ما يعطيك الله. بارا سافر حقيرة، انتبهي علي لهون وحاج سفالي، سفالتك حاجتها، اسمعي مني، بدي اياك ترابي لي البيت كلياته، بدي اعرف كل شيء عم بصير بالبيت، النملة، النملة إذا تدخل على البيت بدي اعرف، فهماني علي؟ اتفقنا؟ ايه تخبريني لا لا لا، باين احترام والتربية كثير كثير باين، اسمعوا وياك بنت الصرامي، بدك تنرزي عم بقول لك عليه ولا شو؟ يعني وين حطيتي لي اياها؟ قولي الحقيقة يا شريف يخرب بيتك، مع انك صبارة بس لسانك ما بدخل لحلقك، ولك سدي لابوزك شوي بدك تفضحينا يخرب بيتك بس هيفيكي، تعي اخبيكي. امي ايدك على 200 ليرة، رايحة على مدرسة لأنه في عندي دفعة قسط وفي عندي كثير لوازم شخصية، منين بدي أجيب مصاري أنا؟ تكرمي، بس شوفي، الله ما عم بحسن بقوم، تخلي على المطبخ في كم صحن بالمجدة بدهم تنظيف. اغسليهم كلياتهم وحطيهم محلاتهم نوالت ماما اجيب لك المصاري واجي. ماشي بس اول شيء بدي ادخل على غرفتي في عندي وظيفه اكتبها بعدين بروح على المطبخ وبسوي لك اياهم ماشي؟ ايه معلش معلش يلا روحي روحي روحي. راحت راحت. فهمي مني كلمتين، بدي اعرف خدوج وين بدها تروح الله وايش بدها تعمل ب 200 ليره، فهمتي مني؟ بس قبل ما تروحي طولي بالك. بدي اتشكركم اول شيء لانه وصلتونا على 200,000 باسرع وقت، كثير 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 شكرا، وهلا مع بعض بدنا نكمل 300,000، فهلا لحد الان اذا عم تشوفوا الفيديو ما عم تشتركوا بالقناه اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، وضروري كثير تشوفوا الفيديو الاخير، اذا ما شفتوا الفيديو الاخير ما مستفيد شيء، شوفوا الفيديو الاخير حتى نوصل ل 300,000 باسرع وقت، واذا حبيتوا فيديو الصباره هالسافله هي، اكتبوا لي حتى اسوي لكم اجزاء ثانيه انا وهالصباره هي، وحتى نبلش بقى نعرف، تفضلي معي، تفضلي. وين احطك؟ وين احطك عشان هيك شوفونا يخرب بيتك وين احطك؟ وين احطك؟ وين احطك يخرب بيتك وين احطك؟ ممتاز ما في غير المحل بالخزينة ما بيخطر لها تفتحها ما لها شغل لانه فيها انتبهي بقى فتحي مخك وركزي معي بقى يخرب بيت طولة لسانك ولك يخرب بيت سفالتك ما شفت بسفالتك لا والله ما عدى علي مالك شم مريح ثلاث ارباعي فتحي مخك وركزي معي بقى البنت رايحه تجي انا رايحه اشتغلي شغلك ها ايوه ولك ايه مثل ما عم بقلك طولي بالك ثواني ما في شيء طولي بالك ثواني بس يلا هلا كملي ايش كنت عم تقولي؟ قومي كلاي يا حوبي اكيد ما في شيء ما في شيء انا كنت عم بقلها لامي ولك لا تخافي لا ضحكت عليها قلت لها رايحه على المدرسه بدي 200 ليره قسط ولازمني شويه توازن صدقت راسها قالت هلا بعطيكي ولك لا يا جدبه معونا اروح على المدرسه لمي الصبايا كلياتهم رايحين هلا كلياتنا على الكافيتيريا بدي اغديكم على حسابي رح تاكلوا باحسن مطعم اللي بدكم اياه تريدوا مطعم الشامي تريدوا مطعم البرج تريدوا بكنتاكي اللي بدكم اياه ماشي يلا خليني اخلص هالكم صحن بين ايدي واجيكم بسرعه يلا سلام سلام طب الله لك كيف بعطيك يا شاشبيل والله حسيت عليك طولي بالك شكلي رح اشتغل شغلي امي امي خلصت لك كل شيء جوا وكتبت وظيفتي ما ابي غير اروح اجيب شنطتي واجي اعطيني 200 ليره عشان ما اتاخر على المدرسه مدرسه قلتي لي ايوه مدرسه بس عجب ما قلتي لي مدرستك بقينا مطعم صايره والله ما بعرف هلا الصبايا قالوا بدهم يروحوا على مطعم الشامي او مطعم البرج بس انت رحت
شرطي؟ اخ يا بنت الكلاب، والله لا تاكلي قتل، لا تاكلي قتل، لا تشبعي داعي لعندي. جينا لهون بقى، وين بدنا نخبيكي حتى ما تبيني يخرب بيتك؟ ممتاز، جنب الدباديب هون، عشان يفكرك دبدوب. اسمعي مني وفتحي مخك بقى، عبادة صعب كتير لأنه ما بيحكي كلمة غير على موته، عشان تعرفي تتصرفي. عيب عليك يا جنبي، مش بحرك الموضوع حلو. عليكي صبارة سافلة منحطة، ولك أنا بس أعرف، ندالتك وسفالتك هي مين معلمك إياها؟ ولك أنا قصدي إنه عبادة حريص، حريص يعني ما بحكي، ديري بالك، شكله رح يجي، رايح أروح أنا أشتغلي شغلك ها؟ منيح ما في حدا. يوووو قولي على طولي، قولك قولي على طولي انا، قولك اروح فلان بفتح لنا بطاطا. ايه ليكي ظبطي امورك، خمس دقايق بكون خالص، بدنا نطلع اليوم نتمشى. ظبطي امورك ها، رايح على شكل اموري واجي ماشي. والله يا سوزي شكلنا اليوم راح نكيف. وجي تلاقيني لسه بخيري، او مش هتبقي لغيري. ايوه انا غيري ما في، انا جبتك مسكين شكله غير خبر. تروح حياتي فداكي. والله شكلنا اليوم رح نكيف يا سوزي، اليوم اخذك على كل كافيتريات البلد. ماما ماما يا قلب الماما من جوا، عجب ايش عامله سوزي لحتى مزعله منك؟ وك حدا مسحر زوزي اه؟ ايش بعرفني كمان، نازل معي اليوم بك ان شاء الله بترضى. لحظة لحظة، شرطي امي؟ اخ يا ابن الكلاب، رايح تصالح على سوزي وايدي طالع مع رفقاتي؟ بدي اقطع بروحك الك ولا سوزي، تفضل لعندي. امي 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 ممتاز. تعي معي امشي، قولك وين بدي احطيك. ممتاز، مالي غير هون، هون ما بيخطر على باله طاول يجي يطلع، وانت ندحش بالزيق وحاش تعلي صوتك. اسمعي مني بقى، ابو عباده هلا قربت فئته، بدي اعرف من وقت ما في لوقت ما بطلع برات الغرفه ايش بحكي ايش بقول. وقت بوقف على الشباك ما عم بحكي، بدي افهم كل شيء. اتفقنا؟ قولك اضرب بتشي، قولك اضرب حالي واعيط وافيق واخليه يكشفني ويكشفك يخرب بيتك من حالك. هلا وقت المحشي، هلا وقت المحشي. طيب شوفي، اشتغلي معي شغل نظامي وعرفي ايش عم بقول، وراح اعمل لك احلى طشت محشي، فهمتي؟ عدلت صوتي يخرب بيتك كان رح يفيق. اسمعي انا طالع على برا هلا افيها، ما بقول دقايق، يلا اشتغلي شغلك. ايش هالصوت؟ شد الساعة. اوف! تأخرت على ام تحسين! ام تحسين عم تستناني! ام تحسينه! اشتقت لك! لحظة، وين ام عبادة؟ منيح! احسن ما بدي اياها تكون هون! جيتك ام تحسين! ام تحسينه! لك شلونك يا عسل؟ جوزك! جوزك! وينه؟ راح؟ ممتاز! ممتاز! انتبهي لحظة! لا تنزلي فورا! السيارة لسه ما اجت! بس تجي السيارة بقول لك بننزل سوا! راح نكيف اليوم. روحي روحي يلا سنة سنة. بسيطة، هلا بنشوف ايش طلع معك. هاتي لشوف طمنيني ايش طلع معك. انا وجهي بيقطع الرزق. ام عبادة حدا بدخل على حدا هيك؟ ام عبادة
ام عباده ولك ليش انت خليت فيا ام عباده يا حبيبه لام تحسين؟ منين عم تجيبي هالحكي انت؟ انا اصلا ما بحب غيرك ولو اخ يا حنون تاثرت كثير فيك انا بقى انا وجهي بقطع الرزق رايحه افرجيك هلا وجهي شلون بده يقطع الرزق تفضل لعندي يا بقى ما راح اسكت ما راح اتبير كيك وصيفني راح اجن ولك بس بدي اعرف امي ايش عرف انه انا طالع مع رفقاتي على مطعم البرج ولك انا كمان ولك انا كمان رايح اجن شلون عرفت انه انا نازل مع سوزي رايحين اذا ما حدا بيعرف في البيت غيرك وبعدين اذا افترضنا مجوده هو اللي فسفسته مجوده اللي طول النهار ماله بالبيت كان بالمدرسه لسه هلا اجى منين عرفت الله منين تشتغل هي لحظه شو هذا اللي معك ليش امي وينه ولك امي نزلت تحت تجيب اغراض لقيتها بغزينتها نسيت اقفل الباب لك لازم تحكي لازم تسوي شيء ما عم تحكي ولك ليش ما عم تحكي احكي احكي ولك احكي ليش عم تحكي ليش عم تحكي ليكون هي الصباره